تسلمت الخطوط الجوية الكويتية طائرتها الجديدة دسمان من طراز إيرباص A330، والتي تأتي ضمن صفقة تأجير 12 طائرة إيرباص لضمها إلى أسطول الشركة. وصلت الطائرة الجديدة دسمان إلى أرض مطار الكويت الدولي لتتسلمها رسمياً الخطوط الجوية الكويتية، وتعد الطائرة الجديدة من نوع إيرباص A330 الثامنة من ضمن صفقة تأجير 12 طائرة إيرباص لضمها لأسطول الشركة. تم وصول الطائرة اللي هي التامنال A330 وانضمامها إلى الأسطول، وهي تعتبر أول طائرة وايد بادي اللي هي عارضة طائرة عريضة البدن تنضم إلى أسطول الخطوط الجوية الكويتية. طبعا هي الطائرة الأولى من ضمن خمس طائرات إن شاء الله راح يكونون على وصول متتالي. راح تجينا إن شاء الله الطائرة الثانية بعد أسبوعين A330، وراح تجي الثالثة هم نهاية جولاي، وبعدها طائرتين في أكتوبر ونوفمبر إن شاء الله. فالسنة على نهاية السنة راح يكون عندنا إن شاء الله خمس طائرات A330 جدد إن شاء الله ضمن الأسطول. وتتميز هذه الطائرات الجديدة بأحدث أنظمة الراحة والترفيه للمسافر، التي تشمل توفير خدمات الإنترنت وشاشات التلفزة وغيرها من وسائل الراحة، بالإضافة إلى المواصفات التقنية والميكانيكية وعوامل السلامة والأمان الحديثة. اللي تميز فيه أن هي طائرات مجهزة بأحسن الكراسي، كراسيها مريحة، وكذلك فيها نظام الترفيه المطلوب اللي هو من برامج تلفزيونية ومن انترنت واي فاي، كله موجود على الطائرة، وإن شاء الله ترضي عملائنا، هذا أهم شيء، وتعطيهم الراحة المطلوبة أثناء الطيران. الطائرات الجديدة ستخدم خطوط الرحلات البعيدة، خصوصا الخطوط الأوروبية، وتحل هذه الطائرات محل طائرات قديمة تعمل على تلك الخطوط، بالإضافة إلى استحداث بعض خطوط الرحلات الأوروبية الجديدة. طبعا هذه الطائرات راح تكون لخط الخطوط اللي تشغيل يوروب، الخطوط الأوروبية اللي هي مثل لندن وباريس وروم وفرانكفورت وغيرها من الخطوط اللي موجودة في أوروب، وإحنا طبعا استحدثنا بعد فيينا وميونخ، فرح تخدمها، رح تخدم طائرة A330 الخطوط هذه اللي حق خطوط أوروب إن شاء الله. رح تطلع طائرات قديمة من الأسطول، يعني A300 والA310 من الأسطول إن شاء الله، ثمان طائرات رح يكونوا برا الأسطول في نهاية السنة هذه. عبد الرحمن مري، تلفزيون دولة الكويت.